مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من أجندة الساعة. هذا اللقاء الأسبوعي الذي نحاول من خلاله أن نقف على أهم المشاهد وأهم الأحداث في الساحة السياسية السودانية ونتناولها بشيء من التحليل. بالأمس كانت بداية ورشة الشرق، مجموعة من الأوراق المقدمة من خلال هذه الورشة ومجموعة من ما يدور في الإعلام ومن مواقف وحديث، أن هذه الورشة أتت في زمن قد يكون له ما له من حديث في جانب، في حديث أن هذه الورشة أتت بعد الحديث عن ورشة القاهرة والمبعوثين الستة المبعوثين الأمميين، وحديث عن أيضا خطوات للتقارب للموقعين على الإطار والمعارضين للتوقيع، وجوانب مختلفة لما يدور في هذا المشهد في السياسة السودانية والذي تأتي من خلاله ورشة الشرق التي انعقدت بالأمس. للحديث حول هذه الورشة وما يمكن أن تقدمه لإنسان الشرق، وهل يمكن أن تمضي إلى حلول أساسية لقضية الشرق، هذا ما سنتحدث عنه مع الأستاذ كباشي عيسى القيادي بشرق السودان. مرحب بك. أهلا وسهلا، مرحب بك أستاذة تيسير، ومرحبا بمشاهدين قناة الشروق. التحية وتجلى لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودا حميدا للمفقودين. مرحبا بك. وبداية ورشة الشرق كما ذكرنا بدأت بالأمس، وحديث عن جوانب مختلفة لما يدور في هذه الورشة، في نقاط مهمة ما دار من خلال الورشة. أولا هي الورشة طبعا بتأتي في ظل طرح خمسة قضايا أساسية خارج بها الاتفاق الإطاري، باعتبار أنها هي يعني الورشة الثالثة. الورشة الثالثة إلى الآن. الورشة حقيقة هي بتحظى بمشاركة واسعة جدا من أصحاب المصلحة في شرق السودان، حتى أغلبية المجموعات الموجودة في الورشة هي مجموعات غير موقعة على الاتفاق الإطاري ذات نفسه، لكن يعني هي بالنسبة لها أهمية المشاركة في الورشة بعيدة عن أي أجندة سياسية، باعتبار أن الاتفاق الإطاري مهد الطريق لهذه الورشة عشان تناقش قضايا متعددة ومن ضمنها قضية شرق السودان كقضية ثالثة إلى الآن. يعني قبل أن نتحدث عن الورشة وما دار فيها، يمكن جزئية من الحديث الذي ذكرت، الحديث عن أنه هم الموجودين من خلال الورشة مجموعة أيضا غير الموقعين على الاتفاق الإطاري. نعم. إذا كان هو يعني هذا الجانب أو المعارضين للاتفاق الإطاري لهم تحفظات على ما يدور في الاتفاق الإطاري أو في البنود التي قدمت في الاتفاق الإطاري، وكيف يمكن أن يكونوا موجودين من خلال الورشة؟ يعني جوانب مختلفة، لأنه كيف يكون هذا التضاد وكيف يمضي في حديث عن مصلحة الشرق؟ أولا هو طبعا التحفظ على الاتفاق الإطاري ذات نفسه هو منطلق من مبدأ أنه هو اتفاق كان غير شامل، يعني لم يتضمن كل المجموعات الثورية الفاعلة على أرض الواقع، لم يتم تضمينه في هذا الاتفاق. الاتفاق تم ما بين مجموعة من الأحزاب السياسية والمؤسسة العسكرية، فده هو التحفظ الأولي والمبدئي في يعني على الاتفاق الإطاري. أما فيما يخص المشاركات في أي حاجة يعني بتصب في مصلحة القضية بتاع شرق السودان أو مصلحة أي قضية وطنية، أكيد بالتأكيد يعني كروح وطنية لا بد من المشاركة والمساهمة في إعلاء يعني أي خط ممكن يساهم في إخراج البلد من الأزمة الحالية، لأن نحن حقيقة نعيش في أزمة سياسية خانقة. يعني الأزمة دي ما بدأت فقط يعني من 25 أكتوبر، هي الأزمة دي فيما قبل ذلك. فيعني المساعي كلها بتاعت كل المجموعات السياسية الفاعلة على أرض الواقع إنها هي كيف تخرج البلد ببرلمان، وكيف تقدر تصل لنهاية فترة انتقالية ومن ثم من بعدها انتخابات عشان البلد تكون فيها نوع من الاستقرار. بالتأكيد هذه الأمنيات التي يحملها الجميع في حديث عن استقرار الوطن والخروج من عنق الزجاجة وهذا المشهد الغريب في الساحة السياسية السودانية. أهم الأوراق التي قدمت من خلال هذه الورشة. الورشة حقيقة هي مبارح كان أول يوم،
فكان عبارة عن تعريف وانترودكشن بالأجندة بتاعت الورشة كاملة. هي الورشة هي في جدول بتاعها مرود بها انه تناقش قضايا المرأة، قضايا التنمية، دور الإدارة الأهلية في شرق السودان، القضايا بتاعت الحكم اللامركزي. فهي يعني في قضية برضه مهمة، انه قضية بتاعت كيفية دعم المجتمع الدولي لقضية شرق السودان وشرق السودان. فدي هي كلها قضايا حيتم طرحها ونقاشها في هذه الورشة. في روح إيجابية جدا من أهل الشرق المشاركين في هذه الورشة، باعتبار إنه شرق السودان ظل يعني منذ سنين عددة يعني يطالب الدولة السودانية بأن هي تعقد له يعني مثل هذه المنابر عشان الناس تتلم كلها وتحاول إنها هي تشارك في الرأي وترفض قضية شرق السودان بكل الحلول المطلوبة. فيمكن ده واحدة من أهم الحاجات اللي خلت أهل شرق السودان إنهم يكونوا متحمسين ومندفعين برا وجوا عشان يجوا يحضروا الورشة دي ويشاركوا برأيهم. صح، والشاهد أمس يعني مشهد الأمس حديث عن مجموعة من الأساتذة، مجموعة من الأكاديميين، الإدارات الأهلية، غيرها من الحضور لهذه الورشة. وزي ما ذكرت هو المطلوب حتى لغير الموقعين على الإطاري الحل لمشكلة الشرق. نعم. في حديثكم يعني فيما ذكرت فإنه هو تطلع لهذه الحلول، كيف رأيتم يعني في جانب ممكن يكون هو متفائل للخط العابر بهذه الورش وهذه الجوانب لما يدور من خلال هذه الورش أن يكون حلا لمشكلة الشرق؟ هي من أين يأتي يعني الأمل؟ الأمل. طيب، هي حقيقة أنت لو نظرت بمنظور يعني لو الناس نظرت بمنظور عام للأزمة اللي احنا فيها حسي، الأزمة دي كلها بتتجلى في أنه منذ قيام الثورة وإلى تعيينه والحكومة ظلت أهم حاجة مفقودة اللي هي البرنامج بتاع الحكومة بتاعت الفترة الانتقالية. يعني مخرجات الورش دي كلها بما فيها قضية شرق السودان، نحن نأمل بأنه هي تكون بمثابة برنامج لحكومة الفترة الانتقالية. يعني الحكومة الفاتت من أهم الأسباب اللي هي أدت إلى نهايتها وأدت إلى حتى في يعني في الإكسبلانيشن بتاع الغادة العسكريين في خطوتهم ل 25 أكتوبر الانقلاب أو الإجراءات الاستثنائية، كان إنه من أكثر العوامل المؤثرة إنه غياب البرنامج أو غياب برنامج لحكومة الفترة الانتقالية. فنحن نأمل إنه المشاركة الناس في 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 كل القضايا المطروحة في الاتفاق الإطاري بتاع الورش دي إنها هي تكون بمثابة برنامج لحكومة الفترة الانتقالية، لأنه هو يعني ده أهم حاجة. الحكومة لازم يكون عندها برنامج عشان تقدر توصل البلاد لنهاية الفترة الانتقالية ومن ثم الانتخابات. فنحن نأمل يعني إنه الحاجة دي تكون هي مرتكز أساسي، المخرجات بتاعت كل الورش دي مرتكز أساسي لصياغة برنامج جات وبرنامج مرن للحكومة الفترة الانتقالية إن شاء الله الممكن تتكون بعد اكتمال التوافق الشامل. يعني وفي حديثك عن التوافق الشامل والمشاركة، يعني بالأمس شاهدنا مجموعة من القطاعات زي ما ذكرت، الأكاديميين والباحثين والإدارات الأهلية وغيرها، ولكن الخطاب يعني المقدم كان من الآلية الثلاثية فقط. ممكن ده أثار تساؤل عند الكثير من حتى ما حملته الوسائط الإعلامية وغيرها، لماذا لم يعني نشاهد إلا هذا الخطاب للآلية الثلاثية؟ في حقيقة في البرنامج الموجود في مخ أول يوم تقريبا عليه الثلاثية، باعتبار أنها هي المسهل للموضوع ده ومستضيفة للورشة دي، فهي أدت إنترودكشن عن جدول الأعمال. لكن لو رجعنا لجدول الأعمال بنلقى فيه كوكبة من العلماء والأكاديميين والخبراء. في برنامج الأمس يعني المفترض أنه كانوا يكونوا موجودين لمخاطبة الجميع من خلال برنامج الأمس. ايوه، برنامج ما هو ده امبارح تقريبا هي اول يوم. في يوم الليله في الخبراء والاكاديميين والمشاركين حيشاركوا بارائهم وحيقدموا اوراق عمل، والناس كلها حتشاركهم في انها في انه كيف يعني يطوروا الاوراق دي وغيرها. فهو هي الورشه يعني كأز برنامج هي يعني ما حاجه كعبه، وهي طبعا في الاخير ما الحاجه المثاليه والحاجه النهائيه لشرق السودان. يعني مثلا نحن من اهم الحاجات اللي كنا بنتمنى انه كانت تكون تناقش وتطرح في هذه الورشه هي القضيه بتاعت الصحه، مشاكل الصحه في الاقليم الشرقي، باعتبار انه الاقليم الشرقي يعاني من امراض فتاكه دون غيره من السودان. ويعني انت لا يمكن الحديث عن التنميه الاقتصاديه، لا يمكن الحديث عن اي نوع من الاوراق البحثيه الموجوده والاكاديميين ما مقدمه اوراق من هم الصحه. لا، ما مقدمه. دي قضيه اساسيه جدا. يعني ما انت لا يمكن الحديث عن التنميه، لا يمكن الحديث عن دور المراه، عن دور الشباب، عن اي حاجه يعني يزود التطرق للقضية بتاعت الصحة بالذات في إقليم شرق السودان. يعني العقل السليم في جسم السليم. فإذا نحن لازم يعني قضية الصحة في الإقليم الشرقي دي قضية أساسية، يعني نحن كنا نأمل إنها كانت تكون موجودة في الورشة.
دي ما معناته انه الورشه دي هي يعني ما فاشله وكده، لكن احنا بنامل انه لقدام في الورش القادمه، في مثلا لو حصل انه يعني كامنيات اهل الشرق يكون في منبر وكده، انه مشكله الصحه دي تكون واحده من المشاكل الاساسيه الموجوده ومطروحه للبث فيها، وان شاء الله للخروج بحلول عمليه فيها. باستثناء الصحة، يعني القضايا الموجودة حقيقة وواقعا عند إنسان الشرق واللي هي المقاوم من أجلها وغيرها، كيف يمكن أن تكون موجودة من خلال هذه الورشة، والحلول المطروحة والأوراق المقدمة التي يمكن أن تشكل حلول لهذه القضايا؟ هي طبعا ال 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 في ورق أوراق عمل حيتم طرحها، تمام؟ في حاجات لم يتم تضمينها في الورشه دي، يعني الورشه ناقصه، يعني مثلا حسي من اكثر القضايا الساخنه حاليا الموجوده اللي هي القضايا بتاعت الارض، القضايا بتاعت المسار الشرك، دي من اهم القضايا اللي حسي حاليا يعني من فور ذا باست تو ييرز كانت محل خلاف عام لجميع اهل الشرك، فدي كلها ما موجوده في 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 برنامج الورشه، لكن يعني نحن نأمل إنه الورشة الغادمة أو المنبر القادم أو كده الناس تقدر تضمن. إذا ما هو الموجود؟ يعني سؤالي ما هو الموجود؟ الموجود هم حيتناقشوا عن الحتة بتاعت قضايا التنمية الاقتصادية في الشرك، حيتناقشوا عن دور المرأة، حيتناقشوا عن ما هو الدور الإدارة الأهلية في شرق السودان، حيتم شرحه بصورة عامة من قبل يعني أكاديميين مختصين، حيتكلم عن اللامركزية ومستويات الحكم وذلك، هم 4 أو 5 قضايا حيتم نقاشهم في هذه الورشة. على ذكر الإدارات الأهلية وغيرها، يعني حديث أيضا عن الممانعين للإطار وغير المشاركين في هذه الورش، يعني إذا تحدثنا عن ناظر تركة ولا من داوود وغيرهم، كيف يمكن أن تمضي هذه الأطر في الحلول من غيرهم؟ طيب هي أي برنامج أو أي ورشة تمام لازم تكون طبعا يعني جامعة لكل أهل المصلحة بالتأكيد، ولكن ما في ممانعة في أنه أي إضافة هسي حاليا الناس ممكن تضيفها لقضية الشرك وتصب في مصلحة قضية الشرك، أننا يعني ناخدها ونمشي نجلس بها مع الأطراف الأخرى، يعني باعتبار أنه الأطراف الممانعة لهذه الورشة الآن هي بتنادي بقيام ورشة أخرى موازية، فهو الموضوع أنه الموضوع كله يعني بيتم اختصاره في أنه لابد من إيجاد توافق سياسي شامل عشان يضمن عشان تو انكلود ايفريون، عشان الناس تقدر تمشي يعني توافق للجميع ويعني يحول الجميع. لكن يعني سؤالي في حال غياب يعني ناظر تلك او الامين داوود وغيره من الممانعين للاطار والمشاركه في الورشه، هل يمكن ان تمضي هذه الورش الى حلول؟ هي الحلول الورشه حتخرج بتوصيات، التوصيات دي حتتوضع في اطار انه تكون برنامج لحكومه فتره انتقاليه. اي الاطراف الممانعه يمكن ان تخرج بمخرجات ايضا، المخرجات دي يتم وضعها كبرنامج لحكومه الفتره الانتقاليه يعني او كحلول مقترحه، يعني يتم دم جميع الحلول، ما هو في الاخير الناس كلها حتصل لحته بتاعت انه هي كيفيه ايجاد الحل او كيفيه الشروع في تنفيذ خطه العمل للحل. واذا كانت القضايا هي ذات القضايا، يعني اين يكمن الاختلاف؟ الاختلاف هو طبعا الاختلاف زي ما ذكرت لك في البدايه انه الاتفاق الاطاري هو غير شامل يعني للجميع، فمن هنا ينبع الخلاف. الناس بتحاول انها هي بقدر الامكان تقدم رسائل يعني واضحه الملامح للاطراف الموقع في الاتفاق الاطاري انه لابد من اصطحاب الجميع تمام بذات القوى السهوريه في هذا الاتفاق للمضي قدما لاستعادة الفترة الانتقالية، يعني استعادة مسار التحول الديمقراطي في البلد. هل هذا إشارة للحديث عن الإعلان السياسي الجديد أو الحديث عن التوافق الجديد؟ هل يمكن أن يمضي في هذا الجانب للوصول لحلول مع غير الموقعين على الإطار وغيرها؟ هل هذا سيكون إضافة أيضا لقضية الشرق وحلول قضية الشرق؟ هو نحن طبعا نأمل ذلك، نأمل انه الاعلان السياسي الجديد ده يكون يعني يكون الاطراف الموقعه فيه تكون اطراف يعني تكون المظله اكبر، تكون اطراف كثيره موجوده وموقعه، ولكن اهم حاجه انه الناس في يعني كل المجموعات السياسيه لابد لها ان تعي جيدا انه الفتره دي فتره انتقاليه، اذا التمترس وراء الاجنده الحزبيه والمواقف الحزبيه وغيرها لن يدفع بعجلة التغيير إلى الأمام، بالعكس يعني إحنا بنضيع في وقت غالي جدا من تاريخ هذا الوطن العظيم، فإذا نحن يعني بنرسل رسائل يعني بتاعت أمال كبيرة جدا إنه لابد أن يتم التوافق، يعني النقاط الخلافية دي كلها ما نقاط هي يعني الناس ما مختلفة في برنامج أو مختلفة في كده، الناس مختلفة في إنه
يعني ليه انت ما بتصطحي بدا وانت ما بتصطحي بدا، يعني حاجات في فتره صح انتقاليه لا يعني اصلا ما المفروض يكون فيها يعني ذات الخلاف يعني. فلا بد من اشراك الجميع، لا بد من اشراك الجميع. يعني من اهم المرتكزات المفروض ترتكز عليها الحكومه القادمه هي المجالس التشريعيه، سواء كان المجالس التشريعيه المركزيه او مجلس التشريع او مجالس التشريع في الاغاليم، لانه دي هي اللي بتثبت اركان الحكم الديمقراطي، دي هي اللي بتضع اللبنات لبناء مشروع وطني صحيح. يعني يحلم بالجميع. والأهم زي ما ذكرت هو الحديث عن مهام الحكومة الانتقالية ومهام الحكومة المنتخبة وغيرها. إذا تحدثنا عن الممانعين للدخول في هذه الورش والانخراط للبحث عن حلول وغيرها، بيبقى الحديث هل هنالك تواصل معهم في أن يكونوا ضمن هذه الورش، أن يكونوا هم أيضا يعني أصحاب رأي في الحلول التي يمكن أن تكون لقضايا الشرق المختلفة؟ هو طبعا التواصل معهم تو يعني تو انكلود ديم في الـ في الـ في الورش دي تقريبا عن طريق الآلية الثلاثية، لأنه الآلية الثلاثية هي المنوط بها الدعوة لهذه الورش. هل دعوا للورش؟ تقريبا يعني تقريبا في مجموعات منهم يعني تمت دعوتهم لهذه الورش وتم اختارهم قبلها لفترة بهذه الورش، يعني حسب المعلومات التي لدينا يعني. لكن هو الموضوع كله في الأخير بيختزل في إنه هم ما حيجي يشاركوا في ورشه او في حاجه يعني تنبع من اتفاق اطاري هم غير مضمنين فيه. يعني صراحه اهل شرق السودان غير موجودين في الاتفاق الاطاري، فدي واحده من اكبر المشاكل اللي بتواجه الاتفاق الاطاري ذات نفسه. ولكن اعلاء للمصلحه الوطنيه واعلاء لمصلحه قضيه شرق السودان واعلاء يعني وتثبيتا لاركان الحكم الديمقراطي في البلاد، الناس يعني غررت انها هي تتوافد على هذه الورشه وهي تشارك برايها. يعني مهم جدا انه اصحاب المصلحه هم اللي يشاركوا برايهم، هم اللي يضمنوا ملاحظاتهم، هم اللي يكتبوا ويرسموا المستقبل بتاعهم، يعني مش الاحزاب السياسيه او القيادات او كده. ويعني شاهدنا ايضا تصريح للناظر ترك بيتحدث عن انه اذا مضوا في هذا الجانب للاتفاق الاطاري وهو يمكن ان يفصل الشرق وغيرها، فامكانيه ذلك يعني في حديث عن وجود لممانعين ووجود لأبناء الشرق نفسهم قد يكون هنالك يعني اختلاف في مواقفهم، فهل يمكن أن يمضي في هذا الطريق؟ نحن طبعا نأمل غير ذلك، نأمل بأنه يكون في توافق شامل، ويعني نأمل أنه الأجسام المركزية هنا السياسية المركزية تعي خطورة الإخصاء. يعني شرق السودان ظل يعاني من الإخصاء والتهميش منذ الاستغلال، فالزيادة في الإخصاء والزيادة في التهميش هي بتولد الغبن وبتولد يعني الحقوق المشروعة بتاعت المطالبة بتاعت الانفصال وغيرها وغيرها يعني. فيعني استو ايرلي انه الناس تتكلم عن انه يعني ممكن يحصل شنو، يعني الناس ما بتقدر تتنبأ بالمستقبل، لكن يعني الناس تحاول ان هي تتفادى ما سيكون. الناس تتحدث في الواقع في انه في حال يعني ما هذا قضايا مطروحه وحلول مطروحه، البعض مشارك والبعض مخالف لهذه يعني حتى اليات الحل وغيرها. فما يمكن دائما نتحدث عن ابناء الشرق نفسهم في انه هم قد يكون يعني جزء من الازمات في انهم غير متفقين على رؤيه، يعني ماضين في طرق مختلفه وغيرها. يعني الان نتحدث عن الواقع، يعني ما سيكون ده ما ستسفر عنه الايام بالتاكيد. هو طبعا اذا يعني في ظل عدم اتفاق ابناء الاغليم نفسهم، فبالتالي ما حيكون في يعني اتجاه بتاع انفصال، لانك يعني هو يعني انفصال ده مثلا كلمه كبيره، قبل الانفصال بتجي الاوتونومو بتجي كده، يعني في يعني في مراحل، في يعني الموضوع هو شويه معقد بتاع الانفصال ده. ولكن ان احنا يعني بنامل انه يتم التوافق بين ابناء الشرق. وفي حاجه بالمناسبه، ابناء الشرق هو الاختلاف فيما بينهم ما كبير، الاختلاف هو طبعا اصلا جابوا المسار بتاع شرق السودان، ولكن الزياده في التهميش والزياده في الاخصاء هي اللي ولدت كل المشاكل الحاصله في شرق السودان والانقسامات وايضا الاستقطابات. يعني مثلا كل مجموعه تحاول انها تستقطب يعني مجموعة أو إثنية معينة من شرق السودان، ودي هنا الخطورة. يعني أنا بقول لك إنه الحل كله بتاع القضية بتاع شرق السودان ده موجود في المركز، يعني عدم الشروع في الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي لشرق السودان يعني إلى التهلكة، وبالتالي السودان كله حيتضرر يعني. ولأزمة شرق السودان يعني أصبحت يعني في نظر الناظر إليها كأنها شيء دائما يظهر في حال استقرار السودان ومحاولة للمضي حول الاستقرار، فتظهر أزمة الشرق وبدت للعيان. البعض يتحدث عن أن هذه الأزمة أصبحت استثمار لأجندة خارجية ودولية يمكن أن تكون
لها يعني أجندتها من وجود مشكلات في الشرق، فكيف تنظر إلى هذا الرأي؟ نحن عشان كده بننادي بحل قضية الشرق عشان ما يتم استثمارها في حاجات يعني تكون عكس التحول الديمقراطي أو عكس الاتجاه بتاع الاستقرار العام في الدولة السودانية. و يعني مثلا حسي الورشة دي على سبيل المثال يعني هي خطوات في إيجاد صياغة حلول أو أول خروج بتوصيات للحل. فأي اتجاه بتحل القضية بيكون أفضل وبغي السودان، هو الحتة بتاعت استقطاب شرق السودان في عدم الاستقرار وذلك وذلك. إذن الحل هو الجلوس، والحل هو إعطاء قضية شرق السودان الهم الأول والأخير حاليا في الوقت الحالي. حل قضية شرق السودان واستقرار شرق السودان هو استقرار السودان كله. يعني الحديث عن انه هناك استقطاب وهناك اخطاب دوليه وغيرها لها اجنده في شرق السودان، يعني حقيقيه هذا الحديث؟ لا طبعا، هو طبعا حاجه يعني حاجه غير مثبته على ارض الواقع، لكن الناظر للساحه السياسيه او الناظر للساحه عموما يعني هو مش شرق السودان بس، هو السودان عموما. يعني الاسبوع اللي فات مثلا تجيب كميه كبيره جدا يعني من المبعوثين وكده جو السودان، واي في حاله عدم يعني توافق أهل الوطن ذات نفسه فيما بينهم أكيد الباب بيتفتح للاستقطابات الدولية وغيرها وغيرها وغيرها. لا بد لنا من الجلوس والحوار والخروج ببرنامج وطني شامل لتكوين توافق وطني شامل يخرج البلاد لبر الأمان. يعني ما في الوضع الحالي ده ما في شخص أو في حزب سياسي أو كتلة سياسية هي الفائزة والأخرى هي الخاسرة، الجميع خسران بما فيهم المؤسسة العسكرية بما فيهم الأحزاب السياسية والبعاني المواطن في الأخير. صحيح، وهو حديث التمترس خلف المواقف حتى في إطار أزمة الشرق، يعني كل يرى أنه هو معه أصحاب المصلحة، يعني يتحدث دائما عن أنه أصحاب المصلحة. فإذا تحدثنا عن الورشة بشكل خاص، يعني إذا تحدثنا عن نسب، كيف ترى نسبة الموجودين خلال هذه الورش من أصحاب المصلحة فعلا في قضية الشرق؟ النسبة كبيرة جدا، يعني جميع أهل الشرق موجودين في الورشة. لا جميع مطلق يعني هم تقريبا من الثلاثة ولايات شرق السودان، يعني تقريبا من ولايات البحر الأحمر فقط زي 130 نفر من كسلة ومن القضارف، أكثر يعني قريب برضو 100. فيعني هي مش بالنمبرز تاع البيبول لكن بالتمثيل، المؤثرين والتمثيل يعني الشرق فيه 33 محلية. فتقريبا من يعني اولموست من اغلبيه المحليات دي كان في ناس، يعني في ناس مشاركين في الورشه دي. حتى هو لو شاركوا شخصين ومثلوا الشرق بالنيابه عن اهل الشرق لكن قدموا حلول برضه حاجه مقبوله. يعني هنا احنا في الاخير عاوزين نشوف يعني اتجاه انه الناس تجد حل لهذه القضيه، تقدم مقترحات، المقترحات دي تنبع من القاعده ودي اهم حاجه. حتى لو جو شخصين بيمثلوا 33 محليه من شرق السودان، وما ضروري يكون حتى هم من قبائل شرق السودان، يعني في الاخير السودان ده بتاع الكل، يعني شرق السودان هو ذاته عباره عن سودان مصغر. نحن عاوزين انه الناس تجد ارضيه مشتركه انها تطرح حلول واقعيه، وانه يكون في اهتمام من المركز لحل قضيه شرق السودان عشان استقرار شرق السودان هو من استقرار السودان. صحيح، والحديث عن القواعد، يعني حتى اذا تحدثنا عن الاوراق او الابحاث التي يمكن ان تناقش من خلال الورشه لشرق السودان، مهم أن تكون هذه الأبحاث وهذه الأوراق قادمة من قضايا حقيقية من القواعد. فإلى أي مدى هذه الأوراق فعلا يعني هي أتت من خلال الورشة أم أنها أتت من قواعدهم لهم مصلحتهم ولهم أهميتهم في قضية شرق السودان؟ هي طبعا القضايا المطروحة دي كلها قضايا يعني هي قضايا موجودة في شرق السودان، يعني قضايا أصلا يعني هي أزمات في شرق السودان احنا عاوزين نجد لها حل. يعني حتى بتاعت حقوق المرأة في الشرق، المرأة في شرق السودان يعني هي مهمشة تهميش يعني إلى أبعد الحدود، يعني دورها غير موجود نهائيا. وبالنسبة تانية لقضايا التنمية الاقتصادية، يعني شرق السودان هو من أغنى إقليم في السودان ولا يجد حظه الكافي من التنمية، لا يجد حظه الكافي من الدعم المواطن، دعم المجموعات المحلية، يعني الذهب والمواني وغيره، المواطن ما مستفيد حاجة. الطرق الغومية، الطريق الغومي الوحيد اللي بيربط يعني أو هو منفذ السودان الوحيد، المواطن ما مستفيد منه حاجة. فدي كلها قضايا هي قضايا الساعة وقضايا يعني لازم الناس ترفدها بمقترحات عشان لصياغة حلول نهائية. يعني متفقة على موضوع إنها هي القضايا وهي المهمة وغيرها، لكن سؤالي كان عن إنه يعني الآن نتحدث عن أوراق، نتحدث عن أبحاث،
حتى الوصول لهذه الورشة، يعني تصل هذه الأوراق لهذه الورشة، تصل الأبحاث والأكاديميين وغيرها، كيف كان حضورهم للورشة؟ هل هم أتوا بهذه يعني الأبحاث والجوانب المختلفة للمشاركات في الورشة من قواعد أهل الشرق، أو كيف أتت يعني هذه لتكون ضمن الورشة الموجودة حاليا؟ هي في مجموعة من الخبراء والأكاديميين من أهل شرق السودان، وهم من القواعد من شرق السودان، حسي مقدمين في هذه الورشة أوراق علمية. يعني حتى في ناس فيهم يعني ما عندهم أي انتماء سياسي، في ناس عندهم انتماء سياسي، لكن هم في الأخير بيمثلوا أصحاب، هم من أصحاب المصلحة في شرق السودان، هم ذاتهم أصحاب المصلحة، جايين كخبراء وكأكاديميين كأبناء الشرق يقدموا أوراق علمية بمقترحات علمية لحلحلة قضية شرق السودان. التوصيات التي تستخرج من هذه الورشة، إمكانية إنفاذها واقعا، كيف تراها في الأفق القادم؟ يعني نتحدث عن هذه التوصيات بعد أن تخرج من هذه الورش لتكون أساس للحلول لقضايا شرق السودان، كيف ترى إمكانية وجودها واقعا؟ إمكانية وجودها وإمكانية تنفيذها بيرتبط بتشكيل الحكومة القادمة. يعني إذا أهل شرق السودان لقوا مشاركة يعني عادلة في الحكومة الجاية، الحاجة دي بتخلي إنه البرنامج بتاع شرق السودان أو المخرجات بتاعت هذه الورش بتاع شرق السودان تكون بمثابة يعني برنامج وحاجة يعني يتصمست إنه الحكومة تنفذها. فكيفية تشكيل الحكومة وشكل الحكومة القادم هو حيد يعني هو اللي حيغرر يعني هو اللي حيظهر للناس مدى جدية المركز في التعاطي مع شرق السودان ومع قضية شرق السودان. وهل بالممكن إقناع يعني غير المنضمين للورشة بأنهم يكونوا من موجودين ضمن هذه التوصيات وضمن إنفاذها واقعا؟ يعني إذا كانت يعني حديثكم الآن بأن هذه التوصيات تهم مواطن الشرق وتهم قضايا الشرق بشكل أساسي، الممانعين هل يمكن أن تكون هذه التوصيات مقنعة بالنسبة لهم؟ هي التوصيات طبعا اذا اصله هي في 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 صالح في المصلحه بتاعت قضيه شرق السودان اكيد حتكون مغنيه، لانه هم حتى يعني الممانعين الى حد علمي هم بس بيقولوا انه الطريقه جاد بها هذه الورشه هي طريقه كانت غير عادله، ولكن ستطرح نفس القضايا في هذه الورشة، ستخرج المخرجات ستكون almost the same. فيعني هي يعني الاختلاف ما في المخرجات بتاعت هذه الورشه، الاختلاف في انه كيفية تضمين أهل شرق السودان كلهم ومشاركتهم في حل قضيتهم. هل هناك طريقة لأن تكون يعني بمسمى العادلة التي يبحثون عنها المعارضين لهذه الورش، هل في طريق لهذا الحل؟ هو بيعتمد على الموقع، بيعتمد على الأحزاب السياسية اللي وقعت على الاتفاق الإطاري. يعني هو في الأخير الورشة دي مثلا نبعت من الاتفاق الإطاري، فهم كيفية تواصلهم مع أهل شرق السودان، كيفية يعني إنهم هم to make a room لأهل شرق السودان في هذا الاتفاق أو في الاتفاق القادم، هو الضامن الوحيد لاستقرار الاتفاق ده ولاستقرار القضية ذاته في شرق السودان. بالتأكيد نتفق على ذلك، لكن قصدي من خلال ما يجري الآن من خلال هذه الورش، هل هنالك طريق مفتوح لتضمين الآخر، لتضمين الرأي في الحديث عن العدالة في التمثيل وغيرها؟ هناك طريق موجود؟ إلى الآن ليس هناك أي طريق واضح، باعتبار أنه يعني الاتفاق في اتفاق إطاري وفي ورش عمل، ورش عمل دي حتخرج بتوصيات، ولكن ماذا بعد اللي هو تكوين الحكومة؟ لازم زي ما شرحت لك يكون في مشاركة من الجميع. فإذا ما بقى ما في مشاركة للجميع بالطريق، إذا ما في بقى قبول الآخر بالتالي ما في طريق مفتوح يعني. وممكن هو ده دوركم يعني الآن، حتى المشاهد يسأل عن دور قيادي الشرق في أنهم هم يجدوا طرق للحل، يعني ما في تواصل بين يعني الممثلين المختلفين، ما في تواصل بينكم كأبناء الشرق للحلول؟ لا، في تواصل طبعا على الدوام يعني بين كل المجموعات في شرق السودان، لكن يعني قيادات شرق السودان او اهل شرق السودان هم بيصارعوا يعني انه يشيلوا الحق القضيه بتاع شرق السودان من المركز. يعني احنا هنا في المركز كاهل شرق السودان يعني على الدوام ظللنا يعني نشرح الحته بتاعت اهميه وجود اهل الشرك في السلطه، اهميه وجود اهل الشرك في الراي والراي الاخر، اهميه تضمين اهل الشرك في كل المواثيق والعهود. يمكن في تغير في مواقف من بعض المجموعات السياسيه المركزيه الى الان، ولكن يعني وي كان سي انه الحاجه دي لسه بنسبه 100% ان هي ممكن تحصل. احنا علينا انه نؤدي دورنا، نوصل صوت المواطن، نوصل صوت القضيه بتاعنا، نحاول اننا نحن نجد للشرق كل ما يستحقه في اطار السودان الكبير يعني. ويمكن الحديث يعني هذا الذي يدور الحديث عمله في انه يمكن ان نجد حلا، لا تحدثت عن توافق،
الحديث عن التوافق الجديد والإعلان السياسي الجديد، هل هو معروف بالنسبة إليكم بنود هذا الاتفاق الجديد؟ هو حقيقة حتى الاتفاق تم توقيعه لطاري بنود ما معروفة للجميع يعني. ايوه، فدي واحدة من أهم الحاجات يعني الترانسبرنسي دي مهمة يعني، في حالة انه ان تم الاقتناع بانه يكون في تضمين شفافية قبل. انت لو ما عليت مبدأ الشفافية في كل عملية سياسية او عملية بتاع التوقيع، بالتالي ما حتكون يعني العملية دي مستغرة. فنحن ننادي ونأمل بأنه يكون في شفافية عالية جدا وعالية وواضحة للمواطن ذات نفسه، يعني أن المواطن ده يطلع على أنه المجموعات السياسية دي أو القيادات دي وقعت على أي شكل من أشكال التوافق يعني. فالحاجة دي مهمة جدا جدا. هل بالإمكان إيجاد حلول من أبناء الشرق؟ يعني بعيدا عن ما يدور من حديثنا عن الورش او غيرها، او حديث عن الاتفاقات المختلفه وغيرها، اذا تحدثنا عن حل خاص بابناء الشرق، هل بالامكان ايجاد حل بالنسبه لقضيه الشرق ولا قضيه السودان؟ لقضيه الشرق طبعا. هو اصلا الحل القضيه موجوده عند ابناء الشرق يعني، يعني اهل مكه ادرى بشعابها. فبالتاكيد نحن على الدوام ظللنا منذ تغيير النظام 30 من يونيو ومجيء الثوره كأهل شرق السودان، كمجموعات سياسية في شرق السودان ومجموعات مدنية وكنساء وشباب ومرأة من شرق السودان، نقدم ونرفد الدولة السودانية بحلول وبمقترحات، ليس فقط في كيفية حل قضية شرق السودان، بل أيضا في كيفية الخروج من الأزمات المتعاقبة. وحذرنا مرارا وتكرارا من خطورة التمترس الحزبي وخطورة المحاصصات الحزبية في الفترة الانتقالية، وضرورة الالتزام بمنهج وبرنامج الفترة الانتقالية وإعلاء يعني صوت الكفاءات الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، والتجهيز لانتخابات وضمان استغلال فترة انتقالية وتقديم يعني كل الخدمات الممكنة للمواطن. ولكن طبعا في حالة عامة من التشظي وفي غلة بتاعت خبرة صراحة يعني سياسية موجودة في الأوساط الآن، هي ممكن دي تكون أدت للاختناق السياسي ده يعني. في رأيك ما هو العائق الأكبر للحلول؟ إذا كانت هذه الورشة أو غيرها من الجوانب المختلفة، قبلا دائما نتحدث عن نقاش وعن أوراق مقدمة وعن أبحاث وغيرها لحل قضية الشرق، ودي لسنوات كما ذكرت، ما هو العائق الأكبر لحل القضية؟ هو طبعا دائما التمترس وراء المواقف الحزبية الضيقة، دي حاجة. والحاجة الثانية عدم النظر بنظرة يعني بعيدة المدى يعني. نحن كقيادات شابة في شرق السودان يعني بنفتكر أنه جميع الحلول المطروحة الآن حلول لا تمس مستقبلنا كشباب مثلا يعني، هي حلول ممكن تكون للفتره بتاعت سنه كده، حلول سياسيه مطروحه يعني، لكن ما في فيوتشر بلان. ودي واحده من اكبر الاسباب المخليه الشباب الى يومنا هذا موجودين في الشارع وبيطالبوا يعني. انت لو قريت مطالبات الشباب في الشارع بتعكس الكلام اللي بقوله، لانه يعني لابد من ايجاد خطه يعني مستقبليه، لانه في الاخير الشباب هم يعني هم المستقبل طبعاً. يعني هم الاساس يعني. ف يعني مهم جدا مهم جدا 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 انه الناس تحاول ان هي يعني تنظر لقدام يعني. جميع القضايا الخلافيه الان دي ما قضايا المفروض تاخر من تاريخ البلد دي، المفروض الناس تحاول انها تتجاوزها، تصل لمرحله انها تكون مرحله انتاج، مرحله عمليه يعني. وقعوا يعني ده وقع واعلان سياسي وما اعلان سياسي يعني، منذ 25 الان كم اعلان سياسي تم توقيعه؟ الاعلان السياسي دي كلها لو نظرت لمضمونها مضمون واحد. طيب وير از ذا اكشن بلان؟ يعني هاو تو ستارت، الحل الفعلي. ايوه هاو تو ستارت يعني هاو تو ستارت دي حاجه، من اين نبدا؟ من اين نبدا؟ ايوه. هو الحديث عن الشباب بشكل خاص يعني، يمكن في حديثك دعنا نتحدث في زاويتين، انت تحدثت الان عن انه لابد ان نناقش قضايا الشباب ولابد ان يتحدث الجميع عن اوراق مقدمه من الشباب، وهذا يعني ربطا او عطفا على حديثي عن ان هذه الاوراق الان المقدمه من خلال هذه الورشه، هل هي اتيه من القواعد؟ هل الشباب مشاركين بشكل فعلي في هذه الورشة؟ في مشاركة واسعة للشباب، ما بالصورة المطلوبة طبعا والمأمولة،
باعتبار انه الورشه دي هي اول تيست، يعني اول منبر يجتمع فيه اهل الشرق من زمن طويل. طبعا حتكون يعني احنا ذاتنا كقيادات في شرق السودان حنحاول انه ننظر الاخطاء اللي حصلت في الورشه دي، مع انه ورشه نحن الاتفاق الاطاري اهل الشرق غير موجودين، على الاليه السياسيه هي دعت تم الدعوه، لكن احنا في الاخير برضه بنشوفها كتجربه يعني هي تصب في مصلحه القضيه ونحاول نطورها لقدام. بالنسبه للسؤال الشقه الثانيه عن الشباب، طيب لا بد من يعني حتى لو الشباب مشاركين بنسبه بتاعت 20% لازم النسبه دي يتم رفعها لاكثر من كده، لانه في الاخير وضع اللبنات للحلول وضع الحلول واللبنات لهذه الحلول في كل القضايا المطروحه الان استثناء الشباب ستكون هناك أيوة مشكله، باستثناء ستكون هناك مشكله باعتبار انه الحلول ذاتها حينفذها منه يعني مستقبلا، يعني ودي حاجه لازم تواكب معها متغيرات كثيره جدا، المتغيرات دي والتفكير المستقبلي وكده الشباب هم الاداه الفاعله فيه وهم اداه التنفيذ فيه. وبما تحدثنا عن الفئات وذكرنا الشباب، ذكرت ان هناك اوراق مقدمه فيما يخص المراه، اهم القضايا التي تناقش فيما يخص المراه في الشرق؟ نحن حنشوف الورش حتناقش شنو، لكن عموما هي طبعا يعني المراه في شرق السودان او المراه عموما في السودان يعني اهم، يعني لا يمكن الحديث عن اي نوع من التنميه في المجتمع ولا التنميه في الاقتصاد ولا كده من غير دعم المراه، المراه هي الام والاخت وكده يعني. فتطوير المراه ذات نفسه ودعمها بصف في مصلحه التنميه الاقتصادية التنمية الاجتماعية مستدامة. القضية المناقشة يعني أنا أنت تحدثت عن أنه هي قضايا المرأة، يعني أنا ما تفصيلا عن حديث عن ما يخص المرأة في الشرق، القضايا التي يمكن أن تكون موجودة من خلال هذه الأوراق أو من خلال الورش؟ لا حنشوف القضايا شنو مطروحة، يعني ما معروفة الأوراق عامة، يعني حتى الآن ما مكشوف عنها، ما مكشوف عنها باعتبار أنه في شخص يعني في شخص حيقدمها هي هذه الورقة، ماذا تحمل هذه الورقة بداخلها بعد ما لا كأبناء الشرق أهم القضايا التي يجب أن تناقش. إذا دعنا نعدل السؤال، أهم القضايا التي يجب أن تناقش عن المرأة فيما يخص المرأة في شرق السودان؟ أول حاجة طبعا أهم القضايا هي تنمية المرأة في الريف، باعتبار انه المرأة في الريف في شرق السودان تعاني معاناة شديدة جدا، يعني في مشاكل كبيرة جدا في الصحة، في مشاكل كبيرة جدا في توفير اهم الـ يعني انه في التعريف عن حقوقها ذاته عن حقوق المرأة، يعني المرأة يعني المرأة لازم تعرف حقوقها هي كمرأة شنو، بعدين بعد ما تعرف حقوقها يتم تنميتها. يعني الملف هو كبير لكن مرتكزه الاساسي انه تعريف المرأة بحقوقها اولا. الناس تبدا من تعريف المرأة بحقوقها والتوعية، ومن هنا ممكن الناس تنطلق لاتجاه انه هي يعني تقدر تخلي المرأة دي تشارك في يعني اول مرة هي بذات نفسها هي تشارك في العجلة بتاعت التنمية لشرق السودان وتنمية المجتمع. والاهم ان تحمل هذه الاوراق وهذه الاتفاقات كل ما يحل قضايا الشرق اذا ما يخص الشباب والمرأة او غيرهم من القضايا المطروحة في الساحة السياسية والباحثين عن الحل لها. نحن في ختام اللقاء يعني نريد أن نتحدث كقيادي الشرق، ما يمكن أو رسالة للمشاهدين أيضا من قادة الشرق، ما يمكن أن يعمله قادة الشرق في خط لإيجاد حلول لهذه القضايا بعيدا عن التعقيدات إذا تحدثنا على إطار ما هو موجود في الساحة السياسية من أشكال الاتفاقات المختلفة أو غيرها أو جوانب مختلفة حتى الاستقطاب الدولي والاستقطاب العالمي للمنطقة وغيرها. ما يجب أن يكون عليه أهل الشرق وقادة الشرق مضيا بأهلهم أيضا وبأرضهم وبالسودان لحلول ممكن أن تكون هي فعلا موجودة في الأرض الواقع. والله أهم حاجة هي الوحدة وإعلاء مصلحة بتاعت السودان عامة قبل إعلاء مصلحة إقليم معين ولا كده، دي الحاجة اللي يعني لابد انها هي شنو تحصل. الحاجة الثانية عدم التمترس، يعني ما بس خلف الأجندة الحزبية، الغبلية أيضا، يعني الغبلية دي يعني احنا كشباب الغبلية دي بنشوفها حاجة يعني ما ممكن أصلا يتم نقاشها أو يتم التمسك بها أو يتم التمسك بأجندة بتاعت غبلية، وممكن يعني مرجو من هذه القيادات انها تكون يعني قيادات مساهمه في تنميه الاقليم مستقبلا وكده. فنحن ننادي اهل يعني القيادات شرق السودان بالوحده اولا، ثانيا يعني اعلاء مصلحه القضيه بتاع شرق السودان، ثالثا التفكير بصوره اشمل وبمنظور ابعد
يعني في كيفية حل هذه القضية بتاع شرق السودان، لأنه نحن ما تحركنا خطوة إلى الأمام منذ الاستغلال في حل قضيتنا لشرق السودان، بالعكس زاد التهميش وزاد الفقر وزاد الجهل وزاد المرض وغيره. إذا كل الحلول أو كل الأساليب اللي تم اتباعها في السابق ما قدمت لنا نتيجة، فلا بد من إعادة صياغة الخطوات عشان نخرج بالغليم. النظرة البعيدة يمكن هي يعني هذه المناظير التي نبحث عنها، فإنها تنظر بعيدا، هي حل قضية الشرق والموضوع المشكلات المختلفة في الواقع السياسي السوداني. احنا معكم نحمل الأمنيات بأن تحل كل هذه القضايا في شرق السودان، وأن يبقى شرق السودان أيضا يعني له حلول مختلفة لما عانى منه تاريخيا يعني. وبالتأكيد من خلال أجندة الساعة سنكون في خطوات مختلفة للحديث عما يدور في هذه الورش لحديث عن شرق السودان ومختلف ما يقدم من خلال هذه الورش. شكرا جزيلا أستاذ كباشي عيسى، قيادي من شرق السودان، وكان حديثنا اليوم في أجندة الساعة عن ورشة شرق السودان التي انطلقت بالأمس، وبالتأكيد من خلال هذا البرنامج هو نبض للأحداث المختلفة الدائرة في الساحة السودانية، ونكون معكم أسبوعيا في حديث عن تحليل لمختلف هذه الأحداث. هذا تحياتي وفريق العمل اليوم، في أمان الله.